عرف نفسك. انا عصام محمد سعيد، اخو الشهيد صفوت محمد سعيد. اخويا نزل معايا هنا في الثوره يوم 28، كنا لابسين اكفاننا ومعرفش ان هو مات غير بعد 10 ايام. ببص على قناه الجزيره لقيت جثته في مستشفى السلام في الثلاجه. رحت جبته يوم عيد ميلاده 6/2 ودفنته يوم عيد ميلاده 6/2. كان بطل الجمهوريه للمصارعه لاتحاد الشرطه، جاب لهم ميداليه ذهب، ادوا له رصاصتين، واحده في قلبه وفي واحده في صدره. سايب بنتين، بنت عندها 3 سنين وبنت عندها 6 اشهر. بنته اللي عندها 3 سنين شهر 11 هتتم 4 سنين. بتقول لي يا عمي هم قتلوا ابويا عشان يعوضونا؟ احنا مش عايزين معاش. احنا عايزين محاكمات، مش عايزين فلوس اللي بره ولا اللي جوه ولا المشور يقعد يسرح بينا ويلف ويدور علينا. احنا مش عارفين نجيب فلوس حسين سالم اللي في شرم الشيخ، هنجيب اللي في اسبانيا. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. والاخوان والمجلس العسكري اتفقوا مع بعض علينا وكله بيساوم على دم الشهداء. اتقوا الله. ادخل على يعني انا عجبني ناس في السودان، رئيس وزراء السودان عمل لي موقع تحية واجبة لشباب مصر، هتلاقيني انا واخويا واقفين بالكفن ولابسين كفننا وهذا كفننا من اجل مصر. وما اعرفش اعرف، وفي يوميها هروح الاقي اللي غاظني بقى مش اخويا، اللي غاظني اخش المستشفى اللي عايز 10 ايام مرميني على الارض، 10 ايام مرميني على الارض. انا عرفته من هدومه، ورحت لقيتهم لافينه وملايه وهيدفنوه مجهول. اتحول التقرير الطبي، وكان في الاول المظاهره كانوا عاملينهم بالشهداء، كانوا هيحاكموا اهاليهم اللي عايشين. وذلك مات، التقرير الطبي كان طالع، وذلك مات ومشاركته بقلب نظام الحكم. طبعا بعد يوم 8 او 9 لقوا حسوا ان حسني ماشي، لا خلوها بمشاركته في ثوره 25 يناير. فطالبك بقى في اجازه قصاص القصاص العادل، القصاص العادل. المشير يراجع نفسه، لان لو ما راجعش نفسه صدقني صدقني البلد دي مش هيقوم لها قومه. البلد هو بيراهن على الاخوان والاخوان هتضلله. الاخوان دلوقتي بتتجه كاتجاه الحزب الوطني، الاتجاه المفروض تكسب المسلمين والمسيحيين. انا مسلم ومحب بالله، بس مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي. لو يهودي مصري ليه زي ما ليا، لكن المجلس العسكري مشكلته وعيبه زي ما الحزب الوطني كان غباءه احمد عز، دلوقتي غباء المجلس العسكري ان هو بيراهن على الاخوان، بيراهن على الاخوان. والاخوان دلوقتي صدقني مش هي، احنا كنا بننتخب الاخوان عشان هم كانوا لساننا، ما فاكرين ان هم ياخدوا اغلبيه، مش هياخدوا اغلبيه. كنا احنا بنخاف وبنمشي جنب الحيط، فعشان كده كان بنديهم اصواتنا ماشي. لكن احنا دلوقتي عرفنا مين اللي معانا ومين اللي علينا، وكلنا دلوقتي بقى حدش فينا بقى يخاف، ان شفنا الغاز، شفنا المطاطي، شفت شهداء، شفت اطفال. اقسم بالله العظيم انا سجلت القناة العربيه يوم واحد هنا في العماره ديت، اقسم بالله العظيم شايف يعني 800 شهيد يا جماعه، كانوا رابطين على 300. العدد الشهداء معدي الالافات عشان حسني مبارك ما يتحاكمش محاكمه مجرم حرب. لان قال لك ايه اخر حاجه دلوقتي؟ قال لك 1000 شهيد و2000 مفقود. المفقود ايه؟ طفشوا؟ المفقودين دول راحوا فين؟ انا عايز افهم المفقودين دول راحوا فين؟ زهقوا من بيوتهم من 28 كده وخرجوا لما يقعدوا ال 2000 دول، وما بيضحكوا على نفسهم ولا على مين؟ صدقني يا مشير، يا سياده المشير، انت بتراهن على كارت خسران. الاخوان مش هيكسبوك اي حاجه، هيخسروك المجلس، وانا خايف على البلد. اتقي الله في شعبك. شكرا شكرا.